يتنافسوا يدينا مزيان بنوصلوا نتجنبوا الاماكن المزدحمه ونتفادوا الاحتكاك مع البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تلميذ امين اورا من المديريه الاقليميه الرشيديه. اليوم الجمعه 3 ابريل 2020. كالعاده تابعت دروسي على القنوات المغربيه. حصه اليوم ماده الفيزياء الثانيه اعدادي. وبهذه المناسبه اشكر وزاره التربيه الوطنيه التي مكنتنا من متابعه الدروس عن بعد في هذه الظروف الصحيه التي يمر من المغرب. ولا يفوتني أن أشكر الأساتذة على مجهوداتهم وشكرا.